وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على أطم من أطام المدينة وهو الشيء المرتفع، فقال: ألا ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني كنزول المطر، وذلك لشدتها وكثرتها وانتشارها. وهذا جرى للصحابة رضي الله عنهم في فتنة عثمان في قتله.